بنقرا تحليليه، لكن خلونا في البدايه نشوف ابرز عناوين اليوم. يمكن في عنوان في الشروق عن تقليص فتره حظر التجوال الى 4 ساعات يوميا عدا يوم الجمعه، والحكومه تنفي مطالبه السيسي باتخاذ قرار لوقف المظاهرات بالجامعات. هنشوف من اليوم السابع، من جريده اليوم السابع، بيقولوا انفراد يعني مصالحه بين قيادات اسلاميه وليبراليه في بولندا، وجلسه مغلقه في وارسو بمبادره من السادات تضم كل من الاخواني محمد توسن وهدى عبد المنعم ومن النور اشرف ثابت والنواب السابقين ايهاب رمزي وسوزان ناشد. ربما هذا الخبر يعني يحتاج كثير من التدقيق في حتى نستجلي الحقيقه فيه. نروح للمصري اليوم، ولقاء مغلق بين السيسي وموسى لبحث مواد الجيش في الدستور، منصور طلب الاجتماع مع الخمسين لحسم الخلافات. ومن الصفحة الرئيسية في جريدة الأهرام، العدالة الحائرة بين مجلس الدولة وهيئة قضاء الدولة وكذلك النيابة الإدارية، بينهم حوار جدل وجدل طويل طبعا حول موقف القضاء التأديبي، وأمريكا بتتنصت على 35 هاتف من زعماء العالم، وأزمة جديدة في ألمانيا وفرنسا بسبب هذا التنصت. تحول لضيفنا في هذه الفقرة ورؤية أكثر تحليلا مع أستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير أستاذ محمود. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هنبدأ مع حضرتك من المصري اليوم، وتحالف دعم المعزول يتصدع، الجهاد يتراجع عن التمسك بعودة مرسي، الإخوان لسنا ملتزمين بأي مبادرات، جولة إخوانية في أوروبا للتحريض ضد مصر، والجماعة تدعو أنصارها لاقتحام رابعة والنهضة اليوم. أستاذ محمود، يعني فكرة أن دعم المعزول يتصدع والجهاد يتراجع عن التمسك بعودة مرسي، يعني ألا ترى أن الموضوع يعني أصبح الآن لا يتعلق بعودة الرئيس مرسي لكن بمطالب أخرى ربما ظهرت ليس الآن لكن منذ فترة؟ يعني هي مسألة عودة مرسي يعلم الجميع، سواء تحالف دعم المعزول أو من ينتمي فعليا إلى هذا التحالف بشكل تنظيمي أو من يدعمه من الخارج، يعلم أن مسألة عودة مرسي أصبحت من الماضي لأن عقارب الساعة لا تعود أبدا إلى الوراء. ولكن أنا في تصوري الشخصي أن هذه هي مجرد شماعة يعلق عليها بعض الأمور وتستخدم في أوقات معينة حتى يتم بها التصعيد، يعني عندما تصل الأمور إلى طريق مفتوح يتم سده بهذه القضية. وقد لاحظنا ذلك ربما في الخبر الثاني، مسألة المبادرات، كلما وصلت مبادرة أو وصلت يعني طريقة للتحاور مع هذا التنظيم إلى طريق يمكن التفاهم بشأنه يضع العرب أمام الحصان، وهي مسألة عودة المعزول. طيب استاذ محمود، يعني يتحدث عن الخبر على وجه التحديد الخبر اللي جه في اليوم السابع، تقييمك ليه يا فندم؟ يعني في المجمل العام مسألة المفاوضات، أنا يعني لا توجد معلومات دقيقة حول تلك المفاوضات، كل صحيفة، وهذه يعني من المشاكل الكبيرة جدا في الوسط الإعلامي المصري حاليا، أن كل صحيفة تنفرد بخبر أو فضائية تنفرد بخبر وتقول نحن انفردنا به، ربما يكون هناك أساس بسيط جدا لهذا الخبر أن لقاء عقد يعني السادات، السادات أنا أعلم أنه كان في جولة أوروبية ولكن له هدف ثاني آخر وهو زيارة، ربما يكون قد حدث لقاء بالفعل، ربما يكون قد حدث ترتيب معين، ولكن النفخ في الأمور بهذا الشكل ليس من مصلحة البلد أبدا. أنا ألاحظ أن هناك إشاعة من أجواء عدم اليقين في مصر بشكل مرعب، لا أحد يستطيع الآن أن يؤكد معلومة، لا أحد يستطيع أن يقول أن هذا خطأ أم صواب، إنما إذا أتينا لمسألة المشاورات والمفاوضات وما إلى ذلك، القبضة الحديدية وحدها لن تحل الموقف في مصر، وإذا كانت الرئاسة قد نأت بنفسها عن مسألة وجود مبادرات أو وجود وسطاء مع تنظيم الإخوان، إلا أن المسألة لا تخرج عن هذا الإطار، وأنه يجب أن يكون هناك جانب للحوار حتى نصل إلى حلحلة للمسألة ونصل إلى توافقات تنهي هذا الوضع الذي نحن فيه. طب فكرة الحوار والتصالح، يعني البعض يرى أنه بعد كل ما حدث وبعد ما نراه من فوضى وإرهاب أنه لا مجال للتصالح، هل تختلف فكرة التصالح عن فكرة الحوار؟ نعم طبعا، يعني هناك فرق كبير، أنا عندما أتحاور نضع أطر معينة يتم التحاور بشأنها، نضع أهداف معينة لهذا الحوار، نضع حدود لهذا الحوار، أما مسألة التصالح هذه مسألة يعني أنت تتحدث في أمور جزء منها كبير قانوني وجنائي، التصالح فيه ليس من سلطة أي أحد إلا سلطة القضاء، من ارتكبه
جريمة والجرائم كثيرة ما شاء الله يعاقب عليها. لا يمكن أبدا أن تتصالح في حق شعب، في حق دم، في حق مواطن سلب حقه. أما مسألة الحوار، أنا أتصور أنه لا توجد مشكلة مهما عظمت يمكن حلها بالقطع، وإنما بالحوار والحوار المتبادل والوصول إلى تفاهمات وتوافقات. يعني في هذا السياق، يعني هل ممكن يتقبل الشعب المصري أو بعض أفراد الشعب المصري ولو بالقليل من هذا الحوار في ظل ما يشهده من رعب وإخافة وترويع الآمنين وترويع المسكن؟ وكل يوم جمعة ربما كلنا كمصريين، خلينا نكون واضحين وصرحة، كل يوم جمعة الناس بتحط إيدها على قلبها يا رب يعدي يوم الجمعة على خير. ليس كل جمعة فقط، الأمور دخلت إلى منعرك في منتهى الخطورة، ولكن أنا أؤكد لك أن ما يجري هو رصيد إضافي في صالح الشعب المصري وفي صالح الحكومة التي تدير هذا الحوار. لماذا؟ لأن الإخوان في كل يوم يخسرون المزيد من الأرض ويخسرون المزيد من الأعوان. المسألة دخلت في معركة خطير جدا، المسألة لم تعد يوم جمعة ولا نعد تظاهرات، المسألة أصبحت عراك يومي بين هؤلاء وبين الشعب. أنا هدي بس اسمح لي ثانية واحدة، أديك نموذج حصل من يومين بشكل شخصي. حدثتني زوجتي في الهاتف وهي عائدة مع أطفال الصغار، وقالت أن هناك على الجانبين يصطف، يقولون أنهم متظاهرين يرفعون الإشارات المعتادة واللون الأصفر ويوجهوا السباب مباشرة للعابرين. المسألة لم تعد سياسة، المسألة عادت عراك، وهذا العراك يؤدي إلى خسارة رصيد. فلا تقلق من هذا، لأن هذا رصيد مضاف إلينا نحن، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك حسم ويجب أن يكون هناك حل لهذه الأمور. الحوار جزء منها نعم، ولكن يجب أن يكون هناك حسم بشكل أو بآخر وفي إطار قانوني. طيب خلينا نشوف في جزء برضو من الفوضى الخلاقة المعهودة، يعني نشوف من صحيفة الأخبار خطة لتهريب المعزول في أولى جلسات محاكمته، والإخوان وضعوا خططا لنشر الفوضى والتفجيرات وإرباك المرور، وده طبعا على عهدة صحيفة الأخبار. يعني أنا من هنا من هذه النافذة الإعلامية أدعو كل الزملاء في كل وسائل الإعلام، يجب أن نعمل صحافة المسؤولية الاجتماعية وإعلام المسؤولية الاجتماعية، لا تثير الرعب. قل لي كيف أتعامل معه. أنت الآن تثير حالة من البلبلة، تثير حالة من الشكوك، تثير حالة من الرعب لدى الجميع صراحة، حتى من تعود على مثل هذه الأمور لا يستطيع أن يتعامل معه. قل لي كيف أتعامل معها، سواء من خلال خبراء، سواء من خلال الدولة، كيف أستغيث بالدولة وقت اللزوم، كيف أستغيث بقدراتي الشخصية وقت اللزوم حتى أتعامل مع هذه الفوضى. أما أن تشيع مثل هذه الأجواء من عدم الثقة في الشارع، إلى أين يقودنا ذلك؟ إلى أن نجلس في بيوتنا ولا نخرج؟ أن نمتنع عن ممارسة كل سلوكيات الحياة؟ بالتأكيد هذا أمر لا يرضاه شخص. فأنا أدعو كل الإعلاميين وكل الزملاء الصحفيين أن يضعوا المجتمع في ضميرهم وجدانهم عندما يكتبون مثل هذه الأخبار حتى وإن كانت صحيحة. أستاذ محمود، يعني مين المعلومة؟ يعني المعلومة دي منين؟ يعني مصدرها ممكن يكون منين؟ وإيه الهدف من نشر معلومة زي دي؟ يعني هو الهدف كما قلت لك، ربما ينظر الصحفي الذي لا يحترم مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الإعلام إلى القارئ، كم من القراء سوف يقرأ ذلك، ولا يعنيه نتيجة أو حصيلة هذه القراءة فيما بعد. فهو ينظر إلى، يعني للأسف الشديد صحيفة مثل الأخبار المفروض أنها صحيفة عريقة وصحيفة لها أصول، لا دعك من قومية، صحيفة مدرسة في الصحافة، لا يجب أبدا. يعني أنا هناك أيضا نظرية تقول أن يعني 1000 خبر يفوت ولا يوجد خبر واحد خطأ أذيعه وأنفرد به، دع الأخبار تفوت. يعني ماذا يفيدك من نشر خبر مثل هذا إلا إشاعات البلبل؟ ثم أنت حضرتك تفضلت، من أين تلك المصادر؟ ولهذا يجب أن يفعل ميثاق الشرف الإعلامي. كفى ما يجري، كفى. هناك حالة إذا كان هناك انفلات أمني وهناك انفلات أخلاقي من جانب تنظيم الإخوان وأعوانه ومناصروه، هناك انفلات إعلامي ونحن مسؤولون عنه جميعا. ننتقل معك لصحيفة الأهرام، والحكومة مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد المصري، البنك المركزي ارتفاع تاريخي لديون مصر نهاية يونيو إلى 1.8 تريليون جنيه. يعني عندما يقرأ أحد هذا العنوان يشعر بالتحسن
تخبط يعني من اين تحسن الاقتصاد المصري وعلى الجانب الاخر ارتفاع الديون، كان يعني الموضوع غير مرتبط ببعضه. اولا يعني وان كنا نتحدث من وسيله اعلام ملك للدوله الا انها ملك للشعب في الاساس وليست ملك للدوله، انا يعني مثلي كثيرون ليس فقط من النخبه ولكن من الشعب، هناك حاله عجز شديد لدى هذه الحكومه في كل القطاعات وفي كل المجالات، ومساله مؤشرات ايجابيه على تحسن الاقتصاد، هل الحكومه فقط التي ترى هذه المؤشرات ام نحن الذين يجب ان نقول ان هناك مؤشرات؟ ثم في نفس الصحيفه بيان من البنك المركزي، وانا اصدق البيان الرسمي الرقمي اكثر من التصريح الدعائي الذي اوردته الصحيفه نقلا عن مصدر حكومي، ان هناك فعلا ارتفاع تاريخي لديون مصر. هذا يعني كثير، هذا يعني دخولنا في مراحل الخطر بالنسبه للاقتصاد، واننا وصلنا الى حافه الهاويه، واذا لم تصمت الحكومه عن مثل هذه التصريحات وتنتج اعمالا ايجابيه تدفع بالاقتصاد وتدفع بالناس بالفعل الى دوران عجله الاقتصاد من جديد، فاننا ننتظر كارثه. يعني ندعو الله. هل بيعتبروا المساعدات ودعم يعني يمكن في نفس الصحيفه الاهرام ايضا ان 60 مليار جنيه زياده في الموازنه الجديده، هل بيعتبروا ده تحسن في الاقتصاد فكره المساعدات او دخول اموال على هذا الاساس؟ ما علاقه دخول اموال تنتج المزيد من معدلات التضخم بتحسن الاقتصاد؟ هذه الاموال اذا لم تعمل وتدخل دوره راس المال لا فائده منها، بالعكس انت تزيد الرواتب بالحد الادنى الذي يعني اخترعوه دون، مع ان مشكله الحد